فنان لم يبخل على الساحة الفنية المغربية إبداعاً، أيقونة الغيوان عمر السيد كرم خلال الحفل الختامي للدورة الخامسة لمهرجان الدار البيضاء للمسرح الأمازيغي، حدث ثمن بعرض فيلم غنائي يحمل اسم مسيرة إنسان ومسار فنان، عمل من إخراج خالد بدري يوثق ويؤرخ المسار الفني لهذا الفنان النابغة. تفكير في التكريم والاحتفاء برائد السي عمر السيد مسألة جميلة جدا نبيلة، وهذا الرجل يستحق كل الاحتفاء وكل التكريم لما أسداه للعالم الفني عموما لطيلة مدة 50 سنة. عطاء فني غناء وتمثيلا، سواء على خشبة المسرح أو السينما أو التلفزيون، مسيرة فنية امتدت لعقود استحقت تكريما يعكس رغبة فعاليات فنية مشابهة في الاعتراف بمبدعين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل إدخال البهجة والسرور على المغاربة. عمر السيد اللي أعطى الكثير للساحة الفنية المغربية بصفة عامة وكذلك الساحة الفنية الأمازيغية بصفة خاصة، لأن العديد من الجمهور الكريم يعني ما كيعرفش أن مثلا عمر السيد يعني عنده ألبومات غنائية باللغة الأمازيغية وكذلك شارك في أفلام أمازيغية. الفنان عمر السيد أطرب باللغتين العربية والأمازيغية، كان له الفضل في لم شمل مجموعة ناس الغيوان، فرقة لطالما اعتبرت العمود الفقري لظاهرة المجموعات الغنائية في المغرب، ولا تزال تستأثر بنفس الاهتمام الجماهيري منذ بزوغها.